مين كريم؟ هديك البنت. ألو فاطمة وينك؟ أنا نور، قصدي سلمى. فاطمة وين بنتي؟ أنا فكرت ما بدي إياها تبقى هون عندي. معك حق، تعالوا خدوها. أكيد رح نجي ناخدها. شو عم تقول؟ ناوليني ألم. انسوا اللي صار بيناتكم وحلوا مشاكلكم ولا تزعلوها. راعوها للبنت، إذا هي غلطت أنتوا كبار لازم تحاولوا تستوعبوها. البنت بريئة ما بدي إياها تضيع. معك حق، عم اكتب. نقليني العنوان. أنا ما فيني أقعد استنى لحتى يردوا لنا خبر. أي معك حق كريم، خلينا نروح وندور عليها بكل اسطنبول. أنت روح على البيت. لا بدي روح معكم. روح، بجوز تتصل فيكم. إيه مزبوط، راحت عن بالي، بجوز تتصل. أنا رايح استناها بالبيت، بس إذا صار معك شي خبرني. ماشي؟ ماشي لمي. ما عم صدق كيف قدرت تضحك علينا. هاي كان هدفها توصل لفاطمة. أنا واحد أجدع، تركتها تستغلني. روح ارتاح أخي. لا ماني تعبان، بدي روح معك. طول الليلة وانت فايق، روح ارتاح شوي، وراك شغل. روح. لا لازم نلاقيها، لازم نلاقي الاسم نور. هاي اوف وقتك أمي، قلتلك بدقلك إذا صار شي. كريم اسمعني منيح، ابني اتصلت فيني اللي اسمها سلمى. شو؟ اتصلت فيني من ورا فاطمة وقالت لي تعالوا خدوها. سلمى اتصلت فيهم؟ شو؟ نقليني العنوان بسرعة. هات قلم ورقة. هات. قالت لي فاطمة نايمة، روح الحقها. نقليني العنوان. ايه ماشي، انا رايح لعندها. استعجل شوي يا ابني. قليلة خد لمعي معك، هو اللي رح يقدر يقنع على فاطمة ترجع البيت. كريم خد لمعي معك. سمعت شو قالت لك ميسر؟ إذا ما أخذت لمعي فاطمة ما رح ترجع معكم. رح ترجع معي، اطمني، رح خليها ترجع معي. لا تغصبها للبنت. كريم، كريم، ناطف قلبي عليها للبنت. رح تقتلني هالبنت، ما رح ترتاح لحتى تشوفني ميتة. ولك ولا على بالها وأنا رح موت هون. الله يقصف عمرها. الحمد لله. شو قصتها وشو في وراها؟ ما بعرف شي أخي. مين بتكون وشو بدها منكم؟ هلا عرفت ليش تعرفت علي؟ لتقدر توصل لكم. أكيد في وراها قصة هالبنت. والله أنا ما عاد فهمت شي يا أخي. هلا منروح ومنفهم كل شي.